هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وزي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه, كتير مننا بنسمع تغيرات المناخ ومش عارفين تاثيرها ايه بالظبط, وفي كتير كمان ممكن مننا ما يفهمش يعني ايه تغيرات المناخ وتاثيرها هيكون ايه. يمكن العالم كله شغال الفتره اللي فاتت, ومصر ترأست طبعا قمه المناخ الفتره اللي فاتت, وكانت واحده من اهم الجلسات كمان اللي نقشت في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه عن التغيرات المناخيه. خلينا نفهم اكتر انا وحضراتكم ونشوف ايه التغيرات المناخيه اللي هتحصل الفتره اللي جايه عالميا, هنتدرجها ازاي, العالم كله شغال عليها ازاي. من صديق العزيز دكتور هشام العسكري, استاذ نظم علوم الارض والاستشاره عن بعد, ومدير برامج الحوسبه وعلوم البيانات. يا دكتور هشام مساء الفل. مساء الخير يا استاذ احمد, اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله الحمد لله, كله تمام. طمنا يا دكتور, كتير مننا بيسمع عن موضوع التغيرات المناخيه, يمكن بنلاحظها في بعض التغيرات اللي بتحصل في المناخ سواء في داخل مصر او خارج مصر, بنشوفها في بعض الكوارث الطبيعيه اللي بتحصل من زلازل وبراكين زادت في مدن ما كانتش كانت فيها قبل كده. ايه اللي هيحصل والعالم كله شغال الفتره اللي جايه هيعمل ايه؟ تمام, هقول لك على حاجه. اتفضل. بس ايه يعني ايه, تعالى نقفل الموضوع شويه ونحاول نفهم الدنيا ماشيه ازاي. كلمة التغيرات المناخيه ديت هي بتوضح او بتحاول ان هي تفسر ظاهره طبيعيه عباره عن شيء بيحدث على مستوى الكوكب, على مستوى الكره الارضيه باكملها, لا تعني دوله واحده بعينها, ولكن ده شيء الجميع بيشترك فيه. صحيح. الجميع بيشترك فيه من حيث التاثير وليس من حيث التسبب. يعني ممكن بعض الناس تتسبب في مثل هذه الاحداث او تلك الظواهر, وفي اخرين غير متسببين ولكن هيعانوا من التاثيرات بتاعتها. تمام. لما نيجي نتكلم على كلمه تغيرات مناخيه, كلمه تغيرات مناخيه معناها ان هي بتحاول تقول لك اننا في حاجه بتخرج عن المالوف. يعني انت عندك مثلا الصيف بتاعك بيبدا مثلا من شهر وليكن نقول مثلا من اول جون مثلا او شهر مايو. تمام. 5 و6 و7 او 6 و7 و8. فتقول ايه, ممكن حركه الصيف دي تتغير شويه. طب. تلاقي مثلا ايه الصيف امتد حبه. يعني مثلا تلاقي الحراره اللي انت متوقعها في شهر 6 تلاقي الله لا ده بقت في 5. صحيح. الله ده انا حاسس بنفس الكلام في 4. صحيح. يبقى الفتره, يبقى فترات المواسم او فترات الفصول ممكن تختلف, او ممكن تقول والله لا ده السنه دي شهر 6 غير خالص السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها كانوا كانوا ارحم شويه, الصيف ده غريب جدا. فاصبح ان انت ممكن تجد التاثير من حيث الشده او القسوه او من حيث الفتره. يبقى احنا ممكن بنلاحظ ايه, دي معنى كلمه تغيرات مناخيه. كلنا لاحظناها السنه دي في تاخر فصل الشتاء, كلنا لاحظناها في درجات الحراره المرتفعه في الصيف. حلو جدا. يبقى احنا كده فهمنا معنى كلمه تغيرات مناخيه. تمام. طب تاثيرات التغيرات المناخيه دي ايه؟ لما حاجه بقى بتخرج عن المالوف. يعني الطبيعي جدا ان انت يجي لك امطار في فصل الشتاء, طب لما المطر يزيد هيحصل لك ايه؟ فيضانات. طبعا. الطبيعي ان انت بيجي لك في حركات ميه, حركات محيطات, في دوامات, في تيارات. طب لما الجليد يبتدي يسخن اكتر, لما الميه تبتدي درجه حرارتها تعلى, درجه حراره البحار والمحيطات تعلى, فدرجه المحيطات هتتبخر طبعا اكتر, هتعمل كوارث طبيعيه معينه. تمام. وفي نفس الوقت هتخلي الجليد اللي موجود في الميه ده يبتدي يحصل له عمليه ذوبان, فالذوبان هيخلي مستوى البحر او مستوى المحيطات يعلى, فاصبح العمليه فيها ايه, متشابكه ومتشعبه. طب الكلام ده كله بيحدث ليه؟ الكلام ده كله بيحدث علشان الانسان لما عمل الثورات الصناعيه بتاعته كان عنده نوع من الشراهه ان هو عاوز ينمو وعايز يتطور وعاوز يعمل ثروات كبيره جدا, فابتدى ان هو يضخ كميه كبيره جدا من الغازات اللي هي في الغلاف الجوي, والغازات دي بنسميها غازات دافيه زي ثاني اكسيد الكربون وليكن, وفي حاجات اخرى خلينا نقول السي او 2 او ثاني اكسيد الكربون هو ايه المعروف لدى العامه. فالغاز ده من شانه ان هو بيعامل الكره الارضيه بطريقه سيئه جدا, بيخلي الكره الارضيه مش قادره تتنفس. طبعا. يعني الكره الارضيه جايه تطلع الحراره جواها, يقول لها لا الحراره ديت مش هتطلع, بيقلل الاكسجين اصلا وبيرجع لك الحراره ديت مره اخرى للكره الارضيه. وعلشان كده بنقول ايه كلمه الاحترار العالمي, او انت دايما تسمع كلمه جلوبال وورمنج. يبقى احنا كده فهمنا ان كلمه وورمنج دي جايه منين؟ جايه من الحراره بتاعت الارض, جايه تطلع ما تعرفش تطلع لان ثاني اكسيد الكربون بيحبسها. تمام. كل الكلام بقى ده بيؤدي الى ايه؟ حدوث كوارث طبيعيه. كوارث طبيعيه زي ايه؟ زي مثلا ارتفاع مستوى سطح البحار, فالشواطئ تبتدي تغمر, تلاقي ان درجات الحراره بتزيد جدا, فناس ممكن تتاثر صحيا, درجات البروده او الصقيع يزداد جدا, فممكن تلاقي المحاصيل بتبوظ, تلاقي مثلا ناس بيجي لها مثلا خلاص مفيش تدفئه, ممكن يحد
بيبتدي يحدث مثلا ان الاعاصير بتبتدي تزداد بشكل قاسي جدا لان حراره المحيطات بتزيد، فتلاقي الكوارث الطبيعيه شدتها وقسوتها والفترات المتبعه فيها بيحصلها برولونج، يعني تبقى ايه برولونج فترات، يعني فترات مطوله تطول، او تلاقي مثلا القسوه بتزداد، يعني لو انا كان بيجي لي اعصار مثلا مقياس كذا لا تلاقي المقياس يبتدي يزيد. صحيح. هي جت مشكله التغيرات المناخيه، ان انت لو درجه حراره الكوكب فضلت ان هي تستمر في هذا الارتفاع المضطرد لغايه نهايه القرن اللي احنا فيه ده مش هيكون كويس، مش هيكون كويس على العالم كله. بدأ تأثيرها يبان يا دكتور دلوقتي، بس هي أكيد مدركة من علمائنا زي حياتي من زمان، ليه ما اتخدش فيها إجراءات من بدري شوية بدل ما نوصل للمرحلة دي؟ هقول لك ده سؤال بقى ممتاز، حضرتك كده أصبت كبد الحقيقة، ليه بقى؟ لأن عمرنا إحنا ما كنا بنتكلم، يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، اتفضل. هل حضرتك من 10 سنين كنت ممكن تكلمني مكالمة زي دي وتسألني على التغيرات المناخية؟ لا طبعًا، ما كنتش عارف المصطلح أصلًا. صح كده؟ ولو أنت كنت سمعتني مثلًا في أي برنامج أو أي حوار أو أي مثلًا محاضرة أنا بديها مثلًا في مكان معين، ولقيتني أنا بتكلم على الكلام ده كنت هتقول ايه؟ تقول والله الدكتور هشام يعني ايه مزودها شويه. صحيح. او هو مثلا يبقى احنا اصبح ان العالم كله كان بياخذ هذا الموضوع باخذ الهراء الحزين، يقول لك يا اما العلماء دول يا اما هم فيري بيسيمستيك اللي هم يعني ايه بيسيمستيك اللي هي ايه اللي هم متشائمين قوي متشائمين جدا، او يقول لك الناس دي بتخرف. ولكن للاسف الشديد احنا مش بنخرف، احنا للاسف الشديد احنا كنا شايفين حاجات وبنحاول نوضحها للناس ونحاول نظهرها للعامه وللمجتمعات وللدول ولمتخذ القرار، ولكن ما كانش حد متخيل او حد متفهم لهذا. لكن خلي بالك ده علماء ومن ضمنهم حاجات بتقول برضو بتحذيرات اللي هيحصل كمان 10 سنين او زي ما اتقال في انجلترا اللي هيحصل كمان 50 سنه، وبنقول نفس الكلام دلوقتي لا مزودينها شويه او متشائمين اكتر. بالظبط. يعني انا بقول لك دلوقتي لو انا فضلت بهذا الاسلوب، هو العالم كله عاوز ان درجه الحراره لا تزداد عن 2 درجه مئويه بنهايه القرن، يعني ما ترتفعش ب 2 درجه مئويه بنهايه القرن، انا بقول لك ان انت، وعلشان كده هم دلوقتي اصلا كانوا بيتكلموا على 1.5، ان انت مش نفسك ما تزيدش عن 1.5، انا بقول لك بحلول عام 2070 الاثنين هنوصل لها. 2070 هنوصل ده قبل نهايه القرن ب 30 سنه. يعني انت بتتكلم احنا دلوقتي احنا في 2022 يعني اعتبرها رساله تحذيريه يا دكتور ممكن تتغير لو اتاخد كتير من الاجراءات الفتره اللي جايه ولا هنوصلها؟ ده كلام ممتاز. هقول لك على حاجه. طبعا احنا مش متشائمين، احنا ناس عمليين وناس شايفين ايه اللي بيحدث. فعلا لو حضرتك فعلا اتخذت ايه؟ اتخذت اجراءات، يعني ان انت بتمنع الانبعاثات نهائيا الى عمود الهواء او الى الغلاف الجوي فورا، انت بتوقف انبعاثات، مش بتكلمش على مصر، بتكلمش على مصر ولا على افريقيا، طبعا بتكلم على العالم كله، انا بتكلم على امريكا وبتكلم على الصين وبتكلم على الهند وبتكلم على اوروبا، انا بتكلم على الدول الصناعيه اللي هي بتشارك مشاركه رهيبه جدا. مصر لا تشارك في الانبعاثات على مستوى العالم بنسبه لا تتعدى 6 من 10 من 100. يعني انت اقل من واحد، يعني انت اذا مصر من الدول المتضرره مش المسببه. بالظبط كده. انت مصر هتبقى دولة من احد الدول المتضررة جدا 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 بالتغيرات المناخية لو درجة حرارة الكوكب ازدادت عن 2 درجة مئوية ووصلت لثلاث درجات مئوية بنهاية القرن. مدينة الاسكندرية في خطر، في خطر داخم كبير جدا، هي واحد احدى 5 مدن على مستوى العالم، من ضمنها شنغهاي، من ضمنها ميامي، وبعض المدن الاخرى في اليابان. في 5 دول 5 مدن على مستوى العالم عندها مشكله كبيره جدا لو بس اسمع بس انا بقول ايه. اتفضل. لو درجه الحراره وصلت لثلاث درجات مئويه، يعني انا مش بقول 2، انا مش بقول 1.5، انا بقول لو ما هم قالوا 50 سنه فده قبل نهايه القرن، يعني بالظبط كده، يعني زي التاريخ اللي حضرتك قلته بالظبط 2070 ده نوصل درجتين، معنى كده ان 2100 اكيد هنكون بنعدي الاثنين وهنكون بنوصل لحاجات قرب ده. طيب مصر بقى عملت ايه في الفتره اللي فاتت دي؟ مصر اشتركت في جلاسكو، ده شيء عظيم جدا طبعا. ومصر بتتبنى الكوب 27، وده شيء يعني محمود جدا للدوله المصريه والمجهود الدوله المصريه، يعني معالي دوله رئيس الوزراء لما ادى الكلمه بتاعه مصر وقال على الخطوات اللي مصر بتتخذها كدوله في جلسة التغيرات المناخية في منتدى شباب العالم. هو وضح فكرة مصر ودورها الريادي، ان هي خد بالك مصر دولة مش متسببة، ومع ذلك معالي دولة رئيس الوزراء كان بيتكلم على النت زيرو، هو يعني انت اصلا غير متسبب في شيء ومع ذلك انت برضه بتاخد موقف ان انت بتوري العالم كله ان انت فعلا بتسعى ان انت تعمل جرين انرجي، ان انت عاوز تعمل السندات الخضراء، عاوز تعمل طاقه متجدده، عاوز تعمل طاقه شمسيه، وده شيء عظيم. تعالى نتخيل ان مصر مثلا اللي هي عندها الشمس
مصر دولة مهما هتعمل خفض في الانبعاثات ده لن يؤثر في شيء في التغيرات المناخية، ولكن لو مصر عملت محطات طاقة شمسية كتيرة جدا 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 علشان تخلي أوروبا توفر الطاقة بتاعتها وتقلل الانبعاثات بتاعتها تماما وتبتدي تاخد طاقة شمسية من مصر، يبقى هو ده الكلام، يبقى مصر أصبحت بتشارك في عملية كاتاليست أو عامل مساعد لأوروبا. خلاص بقى انت دلوقتي انت وفرت طاقه بديله، انت دلوقتي عملت طاقه متجدده، انت مش محتاج الطاقه ديت، ولكن انت بتعملها ليه؟ انت بتعملها علشان الدول الصناعيه الاخرى اللي هي قريبه منك، وبتبتدي تعمل شبكات وصل، وتبتدي تعمل جريدز وتعمل الكلام ده كله وتوصل الطاقه لاوروبا. يبقى اصبحت مصر دوله مصدره الى الطاقه الى اوروبا، اللي هي بالتالي لما توصل لها الطاقه اللي هي محتاجاها هتعمل ايه؟ هتخفض الانبعاثات. يبقى مصر كده فعلا عملت دور عظيم ودور عالمي ودور ريادي على مستوى العالم انها تساهم فعليا في خفض الانبعاثات. هو ده الدور المصري في عمليه الميتيجيشن او عمليه تقليل الانبعاثات على مستوى العالم، ده ممكن يبقى دور ريادي، ويبقى مصر طبعا فعلا دوله محوريه كبيره جدا جدا جدا. اطلت على حضرتك ولكن هسال سؤال مهم جدا برضو، هو انا بقى كمواطن عادي بسمع حضرتك دلوقتي انا ليا اي دور؟ هقول لحضرتك على حاجة، انت دورك دايما بينحصر في البيئة المحيطة بيك. انت لما تتعامل مع البيئة المحيطة بيك بطريقة فيها نوع من التحضر، انت بتساهم بشكل او باخر، بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. انت لما تحافظ على المية بتاعتك انت بتساهم، انت لما تقلل من عمليات التلوث انت بتساهم، انت كل خطوة صغيرة على ارض الواقع اي انسان بيعملها اكيد هو هيساهم ولو بشيء، حتى في التحضر او حتى في المجتمعات اللي احنا نبقى عايشين فيها، يبقى الناس يبقى فيها نوع من الرقي، نوع من التحضر، ده شيء محمود، لان الاخلاق او الحفاظ على البيئه ده بيرتقي بالانسان الى مرحله اخرى من الاخلاق، وبالتالي بيبتدي ينعكس على المجتمعات اللي الناس عايشه فيها. فاكيد هيبقى لينا دور، لان انا لو فكرت بهذا المنطلق ان انا احافظ على البيئه اللي انا عايش فيها اكيد انا اخلاقي اصلا كانسان هترقى الى مرحله اخرى، وده هينعكس على المجتمعات وهينعكس على تعامل الافراد بعضها البعض. كلام محترم جدا، كل الشكر دكتور هشام العسكري استاذ نظم علوم الارض والاستشاره عن بعد ومدير مركز الحوسبه وعلوم البيانات، يعني كلام محترم جدا. عفوا، ويمكن دكتور هشام من الناس اللي يعني جت مصر وحبت انها تفيد مصر الفتره اللي فاتت، تم استقطابه طبعا رغم علمه ورغم استفاده العالم كله منه، ولكن فضل ان يكون في مصر الفتره اللي فاتت ويفيد مصر بعلمه وبتجاربه وبابحاثه. بشكره جدا اولا ان هو مصري اصيل انه جه، وثانيا طبعا هو متواجد معانا عشان ينور طريقنا اكتر ويفهمنا اكتر ايه هو التغيرات المناخيه، العالم رايح فين. كلنا فعلا كنا بنتكلم زي ما دكتور قال في بدايه المكالمه ان هو احنا حاسين ان الصيف ده ما جاش، كلنا عندنا الطريقة والشتاء مش جاي ولا ايه، كل ده سببه تغيرات المناخية. لو نستمع لكلمة دكتور مصطفى مدبولي اثناء الجلسة كمان وقال على كمية الانبعاثات اللي هو واثناء هو بيتكلم بتطلع قد ايه وبيعمل الشكل من اشكال الاحتباس الحراري وهيوصلنا ليه ايه، ده بيبين خطورة الموضوع. ولكن مصر طبعا متبنية القضية دي بشكل كبير جدا. فهمنا كمان دكتور هشام احنا دور مصر ايه، احنا كمان ما تقلل انت من عندك او ما تشتغل على الجري انرجي زي ما هو قال او الطاقة الخضراء او الطاقة النظيفة الفترة اللي جاية، انت بتساعد اوروبا في تقليل الطاقة اللي بتطلع من عندها، فانت عامل مساعد كمان لدول العالم كلها، بالاضافة طبعا الدور التوعوي والتحذيري اللي بتلعبه مصر. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.